أوقفت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية شلف شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات وتزوير ملفاتها القاعدية، وذلك على إثر التحري في شكوى لأحد المواطنين لتعرضه لسرقة مركباته، وبعد مباشرة الأبحاث والتحريات واتخاذ الإجراءات القانونية، وفي ظرف وجيز تم استرجاع 7 مركبات وتوقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم، وكذا ملفات قاعدية للمركبات المسروقة، بالإضافة إلى سيارتين سياحيتين كعيدات ومحصلات السيارات المسروقة. وبعد استيفاء واستكمال ملف الإجراءات الجزائية عن قضية الحال، وحيل المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية لدى محكمة شلف. أوكسيومتر أسبيسون، مقياس الأكسجين والنبض باستخدام الأصبع، ضروري خاصة لمرضى الكوفيد-19. شاشة كبيرة لقراءة سهلة ومريحة. العلامة السويسرية. متوفر في جميع الصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية. دي أم سي أم، المتخصص في استيراد المعدات والمستلزمات الطبية والموزع الحصري للمنتجات الصحية لعلامة روزماكس السويسرية. للمزيد من المعلومات اتصل بالرقم التالي أو زر صفحتنا على الفيسبوك.